السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الصف الحادي عشر الفرع العلمي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في شرح منهاج مبحث الرياضيات. سأكون معكم أنا المعلمة نسرين محمد بحور بإشراف الأستاذة هدى الزريعي. سنتعرف اليوم على حل المعادلة اللوغاريتمية. ننتظر من كل طالب في نهاية هذا الدرس أن يذكر بعض قوانين اللوغاريتمات وأن يحل معادلات لوغاريتمية. سنبدأ معا في الصورة العامة للمعادلة اللوغاريتمية تكتب المعادلة اللوغاريتمية على الصورة لوغاريتم السين للأساس ألف يساوي جيم حيث جيم تنتمي إلى ح ألف أكبر من صفر وألف لا تساوي واحد طبعا جيم تنتمي إلى ح يعني جيم عدد حقيقي ألف أكبر من صفر ولا يساوي واحد لأن الصورة اللوغاريتمية أصلا مأخوذة من الصورة الأسية ألف أس جيم تساوي سين واتفقنا أنه في الصورة الأسية الأساس أكبر من صفر ولا يساوي واحد هيك بكون تعرفت على الصورة العامة للمعادلة اللوغاريتمية حل المعادلة اللوغاريتمية يعني إيجاد قيم المتغير التي تجعل المعادلة صحيحة يعني بدي أحل المعادلة علشان أحسب قيمة المتغير لو رجعت وعوضت في المعادلة تكون المعادلة صحيحة بس في شرط كتير صغير ومهم ضرورة التحقق من صحة الحل بالتعويض في المعادلة والتأكد من أن الحل ينتمي لمجال الاقتران اللوغاريتمي بمعنى أني أنا بعد ما أحسب قيم المتغير ضروري أرجع وأعوض وأتأكد أنه موجود ما هو موجود بداخل اللوغاريتم قيمته موجبة علشان ما أطلعش عن مجال الاقتران اللوغاريتمي خلينا نبدأ في قوانين اللوغاريتمات لتكن ألف و وصاد أكبر من صفر وألف لا تساوي واحد لوغاريتم السين للأساس ألف تساوي جيم تكافئ ألف أس جيم تساوي سين هذا الكلام تعرفنا عليه الحصة السابقة من درس الأسس أنا عارفة إنه ألف أس جيم تساوي سين هذه هي الصورة الأسية تكافئ الصورة اللوغاريتمية لوغاريتم السين للأساس ألف تساوي جيم مع ضرورة التحقق من إنه ألف وسين وصاد أكبر من صفر ولازم الألف اللي هي أساس اللوغاريتم لا تساوي واحد شرط أساسي إني أتأكد إنه حشوة اللوغاريتم تكون موجبة هذا هو القانون الأول من قوانين اللوغاريتمات القانون الثاني لوغاريتم الألف للأساس ألف يساوي واحد لو كان اللوغاريتم العدد ونقله نفس الأساس يساوي واحد مباشرة لوغاريتم الواحد للأساس ألف يساوي صفر لوغاريتم الواحد لأي أساس يساوي صفر مباشرة لوغاريتم سين أس ن للأساس ألف أنا عارفة أني أنا هسحب الأس هطلعه برا اللوغاريتم هيصير الشكل عندي نون ضرب لوغاريتم السين للأساس ألف هذا في حال كان عندي سين أس نون يعني كان في عندي أس لو كان عندي لوغاريتم الألف أس نون للأساس ألف أنا بدي أتبع خطواتي هنزل نون برا اللوغاريتم هيصير عندي نون لوغاريتم الألف للأساس ألف طيب في خاصية عندي بتحكي لي إنه لوغاريتم الألف للأساس ألف يساوي واحد صحيح يعني نون ضرب واحد صحيح وتساوي نون إذا لوغاريتم الالف اس نون للاساس الف مباشره طالما له العدد نفس الاساس يساوي هو الاس وهو نون خاصيه اخرى لوغاريتم س ضرب ص للاساس الف لما يكون عندي لوغاريتم لحاصل ضرب عددين بوزع اللوغاريتم على العددين وبخلي الضرب تصير زائد فبيصير الشكل عندي لوغاريتم السين للاساس الف زائد لوغاريتم الصاد للأساس ألف خاصية أخرى لوغاريتم السين تقسيم صاد للأساس ألف لما يكون عندي عددين بينهم إشارة تقسيم أو إشارة كسر ومطلوب مني أحسب اللوغاريتم إلهم بوزع اللوغاريتم على العددين بخلي إشارة القسمة تصير ناقص فبصير عندي لوغاريتم السين للأساس ألف ناقص لوغاريتم الصاد للأساس ألف هيك بكون انتهيت من خصائص اللوغاريتمات خلينا نشوف مثال حل المعادلة اللوغاريتمية الآتية لوغاريتم ال64 للأساس 4 تساوي س شكل المعادلة موجود أمامي لوغاريتم ال64 للأساس 4 تساوي س بدي أحاول أتذكر كل خصائص اللوغاريتمات علشان أستخدمها طيب أنا عارفة أنه أول خاصية عندي من خصائص اللوغاريتمات إنه الصورة اللوغاريتمية ممكن أحولها لصورة أسية والصورتين متكافئتين فبيصير عندي أربعة أسين يساوي أربعة وستين لازم أبدأ بدائرة من تحت أربعة أسين يساوي أربعة وستين هذه الصورة تكافئ الصورة اللوغاريتمية طيب صارت عندي صورة أسية أنا ارتحت من الشكل اللوغاريتمي الصورة الأسية برضو بدي أتذكر خصائصها علشان أعرف أكمل حل أنا عارفة إنه عندما تكون الأساسات متساوية إذا الأسس متساوية. طيب هل الأساسات متساوية؟ لا مش متساوية. يبقى إيش أول حاجة لازم أعملها؟ لازم أخلي الأساسات متساوية. فبدي أخلي ال 64 أساسها أربعة. طيب ما أنا عارفة إنه ال 64 أربعة أس تلاتة. فصار الشكل أربعة أس س يساوي أربعة أس تلاتة. من خصائص الصورة الأسية أو المعادلة الأسية عندما تكون الأساسات متساوية إذا الأسس متساوية فعلا الأساسات متساوية إذا الأسس متساوية فعلا س تساوي ثلاثة طبعا إحنا وضحنا في بداية الحل إني ضروري أرجع أتحقق وأعوض بقيمة س لو أخذت س وعوضت عنها ب طبعا الحل هيكون صحيح أنا اللي بيهمني حشوة اللوغاريتم يعني لو كانت سين موجودة هنا أرجع أعوض بقيمة سين اللي موجودة بداخل اللوغاريتم وأتأكد إنها القيمة موجبة هيك بكون انتهيت من حل هذا المثال خلينا نشوف مثال آخر حل المعادلة اللوغاريتمية الآتية لوغاريتم الخمسة سين ناقص لوغاريتم سين ناقص واحد يساوي لوغاريتم السين أنا ملاحظة هنا إنه معطيني الصورة اللوغاريتمية ومش كاتب لي الأساس لما يكون مش كاتب لي الأساس أنا لازم أكون عارفة أنه الأساس هو عشرة يعني لوغاريتم الخمسة سين للأساس عشرة ناقص لوغاريتم السين ناقص واحد للأساس عشرة يساوي لوغاريتم السين للأساس عشرة طيب أنا علشان أحل هذه المعادلة اللوغاريتمية بدي أتذكر خصائص اللوغاريتمات إذا بتذكر إنه كان عندي خاصية من الخصائص بيتم فيها توزيع اللوغاريتم وقلب الإشارة من قسمة إلى ناقص عندي هنا اللوغاريتم للخمسة سين ناقص لوغاريتم السين ناقص واحد يعني اللوغاريتم موزع والإشارة ناقص طب لو رجعته لأصله إذا كيف بيكون شكله في البداية؟ بيكون لوغاريتم واحد وبتكون الإشارة ما بينهم قسمة فأصلا بيكون الشكل لوغاريتم خمسة سين على سين ناقص واحد لو أجيت أوزعه هيصير لوغاريتم الخمسة سين ناقص لوغاريتم السين ناقص واحد هيك بكون اخذت الطرف اليمين واستخدمت الخاصيه تبعت القسمه وحولته للشكل الموجود امامي يساوي لوغاريتم السين طبعا الصوره هذه الموجوده عندي لوغاريتم على اليمين لوغاريتم على اليسار فبيصير عندي حشوة اللوغاريتم على اليمين تساوي حشوة اللوغاريتم على اليسار يعني خمسة سين على سين ناقص واحد يساوي سين هيك بكون خلصت من اللوغاريتم كله صار عندي تناسب طبيعي هضرب وسطين في طرفين علشان أحل التناسب هيصير عندي خمسة سين يساوي سين ضرب سين ناقص واحد معادلة بدي أحلها هضرب سين بداخل القوس هتصير سين ضرب سين سين تربيع ناقص سين معادلة تربيعية بس بدي أرتبها علشان أعرف أحللها هنقل الخمسة سين على الطرف الآخر هتصير سين تربيع ناقص سين ناقص خمسة سين يعني سين تربيع ناقص ستة سين تساوي صفر طيب أنا عندي طرفين في بينهم إشي مشترك إذا بستخدم طريقة إخراج العامل المشترك بطلع سين عامل مشترك من الطرفين من الحدين فبيصير طلعت سين من هنا بضل سين ناقص طلعت سين من هنا بضل ستة فبيصير سين ضرب سين ناقص ستة يساوي صفر في هذه الحالة إما سين تساوي صفر أو سين ناقص ستة تساوي صفر سين تساوي صفر جاهزة س ناقص 6 تساوي صفر، إذا س تساوي 6. ما بعتمدهم حل إلا لما أرجع أعوض في المعادلة وأتأكد من إنه مجال اللوغاريتم الاقتران اللوغاريتمي موجب، وبالتالي نتحقق من صحة الحل بالتعويض في المعادلة، ونتأكد من أن الحل ينتمي لمجال الاقتران اللوغاريتمي. طيب، إيش كان السؤال عندي؟ كان السؤال عندي لوغاريتم 5 س ناقص لوغاريتم س ناقص واحد يساوي لوغاريتم السين. لو رفعت السين عوضت مكانها بصفر ايش بيصير الشكل عندي هيصير لوغاريتم الصفر ناقص لوغاريتم السالب واحد يساوي لوغاريتم الصفر طيب هل الصفر والسالب واحد موجوده في مجاله هل ممكن في الاقتران اللوغاريتمي تكون لوغاريتم لعدد سالب طبعا مستحيل وبالتالي س تساوي صفر مرفوضه بدي اجرب اعوض بدل س بسته لوغارتم خمسه في سته تلاتين لوغارتم سته ناقص خمسه ستة ناقص واحد عفوا خمسة موجبة لوغاريتم الستة موجبة إذا س تساوي ستة مقبولة وبالتالي الحل هيكون فقط س تساوي ستة بهيك بكون حسبت قيمة س وانتهيت من حل مثال خلينا ننتقل إلى تدريب حل المعادلة اللوغاريتمية الآتية لوغاريتم السين الكل أس 2 يساوي لوغاريتم السين تربيع شكل المعادلة موجود أمامي لوغاريتم سين الكل أس 2 يساوي لوغاريتم السين تربيع. طبعا علشان أحل هذه المعادلة اللوغاريتمية لازم أتذكر خصائص اللوغاريتم. أنا عندي سين تربيع، طب ما أنا عارفة إنه لما يكون عندي لوغاريتم عندي متغير أو عدد مرفوع لأس بطلع الأس بره اللوغاريتم. فبيصير الشكل عندي الطرف اليمين يبقى كما هو اللي يسار بطلع الاتنين بره فبتصير 2 لوغاريتم السين طيب ايش اعمل؟ بدي اخذ 2 لوغاريتم السين وانقلها على الطرف الايمن فبتصير لوغاريتم السين الكل تربية ناقص 2 لوغاريتم السين تساوي صفر صارت عندي معادله هذه المعادله علشان احلها لازم انتبه انه في عندي في الحدين عامل مشترك مين هو؟ عندي لوغاريتم السين عامل مشترك ليش؟ لانه هان عندي لوغاريتم السين تربية وهان عندي لوغاريتم السين اذا يوجد عامل مشترك بينهم اللي هو لوغاريتم السين فبدي استخدم التح... طريقة التحليل بإخراج عامل مشترك. طلعت لوغاريتم السين عامل مشترك، فتحت قوس، بدي أكتب كل المتبقي بداخل القوس. كان عندي لوغاريتم السين تربيع، طلعت لوغاريتم السين، ضل إيش؟ ضل لوغاريتم السين. ناقص، كان عندي اثنين لوغاريتم السين، طلعت لوغاريتم السين، ضل اثنين. يساوي صفر. إذاً صار عندي لوغاريتم السين وقوس. لوغاريتم السين ضرب القوس يساوي صفر، إما لوغاريتم السين يساوي صفر أو القوس يساوي صفر، يعني إما لوغاريتم السين يساوي صفر أو لوغاريتم السين ناقص اثنين يساوي صفر. بدي آخذ لوغاريتم السين يساوي صفر. الحالة اللي أنا ذكرتها في الخصائص لوغاريتم العدد إيش يساوي صفر؟ العدد الوحيد اللي لوغاريتمه يساوي صفر إيش هو؟ هو العدد واحد. يعني س تساوي واحد. هذا ذكرناه من ضمن الخصائص لوغاريتم الواحد لاي اساس مباشره يساوي صفر بس خليني ارجع اتاكد لو رفعت السين وعوضت بواحد في السؤال هل بيصير عندي حشوه اللوغاريتم سالب لا لوغاريتم الواحد وبالتالي الواحد مقبوله خليني انتقل للقوس القوس كان لوغاريتم السين ناقص 2 يساوي صفر فصارت لوغاريتم السين تساوي 2 طيب أنا ما فيش عندي عدد لو جبت له اللوغاريتم يطلع عندي جواب 2، فبدي أستخدم خاصية من خصائص اللوغاريتمات، مين الخاصية اللي ممكن تساعدني؟ التحويل إلى صورة أسية. الصورة الأسية عندي الأساس أس 2 يساوي س، طيب مين هو الأساس؟ لما يكون مش مكتوب هو 10، فبتصير 10 أس 2 تساوي س، 10 أس 2 يعني 10 ضرب 10، إذا س تساوي 100. ضروري ارجع اتحقق انه س لو رفعتها في السؤال وعوضت مكانها ب يبقى قيمه حشوه اللوغاريتم موجبه اذا س تساوي 100 مقبوله وبهيك بكون طلعت قيمتين ل وانتهيت من حل التدريب طلابنا الاعزاء تعرفنا في حصه اليوم على المعادله اللوغاريتميه وتعرفنا على خصائص اللوغاريتمات نشكر لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.